يسعد صباحكم مشاهدينا من جديد، أكيد مكملين فقراتنا معكم لليوم. طبعا أكيد مشاهدينا رحبوا معنا بالصحفية سهير الضراغمة لنتحدث أكثر إحنا وياها اليوم عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. خير. شرفتينا. أهلا فيكي. يسعد صباحك يا رب. يسعد صباحكم جميعا. طبعا مشاهدينا أكيد بداية أيضا سهير، قبل الحديث خلينا نطلع نشوف التقرير عديتي حضرتك عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي، خلينا نشوفه وراجعين. يعتبر سرطان الثدي الأكثر انتشاراً بين النساء محلياً وعالمياً، إلا أن هناك العديد من التطورات الطبية والدراسات الحديثة قللت من الإصابة بهذا المرض، وأهمها الكشف المبكر لسرطان الثدي. أم خالد إحدى سيدات منطقة الأزرق الشمالي في الأردن التي تتميز بالمناطق الخلابة والآثار الجميلة. ولدت في بيروت وعمرها 65 عاماً، التقت بزوجها بعد قصة حب رائعة جمعت بينهما، تزوجته لتعيش معه في منطقة الأزرق حيث كان يعمل هناك. كان أبو خالد زوج المثالي لها وعوضها عن غياب الأهل، حيث إنها لم تشعر بالغربة يوماً ما. إلا أن السعادة لم تكتمل عندما أصيبت أم خالد قبل 5 سنوات بمرض السرطان، وعاشت تجربة قاسية طوال مرضها، فبالرغم من نظرات الحزن في عينيها وغياب البسمة عن شفتيها، استطاعت أم خالد أن تكون إحدى الناجيات من مرض السرطان. يوم من الأيام اكتشفت أنه في حبة صغيرة بكتلة الثدي، فمع الأيام صرت تكبر هالحبة. فأنا شفتك افتكرت أنه كنت دهنية، فمع الأيام لما صارت تكبر خفت صحيح. فاجوا اهل بيتي وشجعوني ودعموني ورحت على المستشفى. طبعا هنيك عملوا لي اجراءات وفحوصات، فحوص موجرام وتلفزيون، وحكى لي يا حجي تعال بدي احكي لك في خبرين، بدي احكي لك. قلت له شو يا دكتور؟ خير ان شاء الله. لما تخبرك خبرين، خبر منيح وخبر سيء، يعني شفائك بديش احكي لك 100%، شفائك 90% ان الله راد اذا ازلت الثدي. قلت له يعني ضروري؟ قال اه. طيب ليش ما بتشتري الكتل؟ قال اذا شلت الكتل ممكن يرجع، فالافضل انك تنزلي. اول شيء قرروا لي اني اخذ كيماوي. اخذت بيجي 8 جرعات كيماوي، فالجرعات الكيماوي اللي اخذتهم فعلا تعبت. قلت لما اجي على الدار ثاني يوم اتعب. ف8 جرعات اخذت كيماوي وتعبت. من بعد 8 جرعات فريحوني بيجي شهر. من بعد الشهر قرر الدكتور انه يحدد لي موعد العمليه. عملت العمليه وجاب ثاني يوم جيت على البيت. من بعد البيت كمان بدهم عملوا لي كيماوي مخفف، مش مثل الكيماوي الاولانيه، هذا مدعم للمرض يعني. اخذت التقرير من الدكتور، شاف التقرير الدكتور، فالحمد لله كانت النتيجه كثير منيحه كويسه. فاخذت التقرير وشاف الدكتور وحكى لي الحمد لله وضعك تمام وممتاز، بشكل ممتاز ممتاز وضعك، خلص روحي. وصاروا يعطوني مواعيد كل 6 اشهر روح راجع. بس هسه بدنا نعطيكي اللي هو دواء اللي هو الهرمون. بدك كل شهر تيجي لعنا بدنا نعطيكي دواء اللي هو الهرمون. فهسه صار لي تقريبا 4 سنين عم باخذ هرمون، راح اقول الهرمون بضل هذا معي ل5 سنين. من بعد ال5 سنين بنوقف الهرمون. وهي نهايه ال كبت زوجتي من وقت ما اكتشفنا انه فيها مرض السرطان. طبعا الاطباء حكوا لنا انه هذا يعني شغله خارجيه الحمد لله، وصار الحمد لله رب العالمين الله عنا وقفنا معها وساعدناها، والاطباء ما قصروا ايضا، والحمد لله رب العالمين نجحت. فأنا بنصح لأجل ما عانيت، فأنا بنصح كل سيدي وكل بناتنا أن يروحوا يكشفوا حالهم ويفحصوا بالكشف المبكر. الكشف المبكر
في الأعمار ما بين 30 إلى 40 عام يجب أنه بعد الانتهاء من الدورة الشهرية بأسبوع بروز وجود أي تغير في عتلة، أيضا مراجعة الطبيب كل 6 شهور إلى سنة لإجراء فحص عند الطبيب، يجب اللجوء إلى المسح المجتمعي عن طريق الماموغرام، وذلك لتخفيف من نسبة انتشار هذا السرطان الذي هو يعد الأشيع بين السرطانات على مستوى العالم للمرأة. يجب عدم التهاون عند وجود أي عرض لدى المرأة لاحظت على نفسها وجود كتلة في الثدي، خصوصا إذا كانت غير مؤلمة. الناس عندهم لديهم خطأ شائع أن الكتلة عندما تكون غير مؤلمة فهي تميل أن تكون حميدة، بينما عندما تكون مؤلمة تميل أن تكون خبيثة، وهذا خطأ شائع. السرطانات عادة تأتي بالفترات الأولى بكتل غير مؤلمة، وهذا ما تأتي فيه عادة. عند وجود كتلة أو وجود إفرازات من الحلمة كانت دموية أو شفافة أو أي نوع من الإفرازات، وجود تغير في لون الجلد، وجود تغير في لون الحلمة وتوضع الحلمة يكون مسحوبة للأسفل، في هذه المراحل يجب المراجعة الفورية للطبيب. بالنسبة لمراحل سرطان الثدي مقسم إلى 4 مراحل، ربما تكون المراحل 3 الأولى معالجة جراحيا، ويمكن هناك نسبة شفاء تتفاوت بين الأولى، تكون المرحلة الأولى تكون أكثر نسبة شفاء والثانية أقل منها فالثالثة أقل. النسبة الرابعة هي عندما يصل السرطان إلى أعضاء أخرى في الجسم كالعظم كالكبد كأعضاء حيوية أخرى، وهنا تكون نسبة الشفاء منه قليلة جدا، وهنا يكون الخيار دائما العلاج الكيماوي الذي لا تكون لنا نعرف آثاره الجانبية ومعاناة المرضى من العلاج الكيماوي. اسمح لي أن أقدم نصيحة، يجب أن تراجع طبيبها بأقرب وقت لتقوم بالمسح المجتمعي لسرطان الثدي عبر صورة الماموغرام. أي امرأة تجاوز 40 حتى لو كانت غير عرضية أو لا تعاني أعراض بالثدي، وإلى كل الأعمار الذين يعانون من سرطان أو من وجود شكوى في الثدي، من تغير في الجلد، إفرازات في الحلم، الأورام في الثدي، مراجعة طبيبها بأقرب وقت ممكن. آمين يقين. عادت أم خالد لحياتها الطبيعية وتعيش الآن حياة مستقرة، استطاعت أن تعود وتستمتع بسحر الطبيعة التي تتميز بها منطقة الأزرق. افحصي لتكوني أنت الأكبر، لا تخلوا المرض يقتلكم، أنت تقتلوا المرض. يعني بداية الصحفية سهير دراغم، بنشكرك على هالتقرير اللي فعلا رائع وواضح الرسالة منه، ولكن احنا حابين منك بداية تعرفينا عن حالك. أول شيء سعد صباحكم جميعا ويسعد صباح المشاهدين جميعا. سهير دراغمة خريج الصحافة وإعلام من جامعة اليرموك، درست الصحافة والإعلام عن رغبة جدا قوية، اشتغلت بأكثر من مجال على مدار 19 عام ما شاء الله. الآن أنا صحفية في صحيفة الأمم اليومية ومراسلة لمجلة وقناة الأسرة العربية بالمغرب العربي وكاتبة في موقع الحياة نيوز. ما شاء الله عنك طبعا. بداية سهير، حابين نعرف منك ليش حبيتي تسلطي الضوء على هذا الموضوع بالذات اللي هو سرطان الثدي؟ سرطان الثدي يعتبر سرطان الثدي هو الأكثر أنواع الأمراض انتشارا بين النساء، في سرطانات كثير ولكن سرطان الثدي هو الأكثر انتشارا على المستوى المحلي وعلى المستوى العربي وعلى المستوى الإقليمي، فكثير في نساء بيعانوا من سرطان الثدي، لكن للأسف يعني مش عمالهم بيروحوا على الكشف المبكر، ونسبة الكشف المبكر يعني بتكون نسبة النجاح 90% فأكثر. يعني بيكون في مراحل الأولى، لكن إذا كان السرطان في مراحل يعني متعددة بيكون كثير صعب العلاج وتكاليف أكثر وصعوبة أكثر من الشفاء من هذا المرض. فلهيك أنا يعني من خلالنا إحنا كصحفيين وكإعلامي منوجه رسالة إلا أنه لازم الكشف المبكر لجميع السيدات لسرطان الثدي. طب أكيد خلال عملك له التقرير الجميل جدا كنت عم بتحاول تشوفي قصص بعض النساء، هل واجهتي فكرة أو حدا من النساء عم يرفض يحكي قصته لأسباب مثلا خاصة، ولا بالعكس لقيتي إقبال من الناس إن لا حابين يحكوا قصتهم؟ شوفي والله للأمانة يعني أنا عملت هذا التقرير للسيدة أم خالد من سكان الأزرق الشمالي، في سيدات كثير لازال هناك نوع بما يسمى الخجل المجتمعي. يعني سرطان الثدي كنوع حساس بالنسبة للأنثى، ففي كان صعوبة
انه نحكي قصصهم، ولكن كانوا يعني ما يكون في موافقه للتصوير، لغايه ما اخذنا السيده ام خالد وحاولنا انه نسلط الضوء عليها كقصه نجاح وكناجيه من مرض السرطان، وايضا توجه رساله الى جميع السيدات بالكشف المبكر لسرطان الثدي لحتى نحافظ على وجود المراه في حياتنا وفي المجتمع. نعم دائما احنا كدور اعلام زي ما تفضلتي نسمع عن رسائل التوعيه، عن يعني الارشادات كمان ايضا. هلا كصحفيه دائما اي صحفي بيتاثر بالتقرير اللي بيعمله، وحتى في بعض الصحفيين بيدخلوا بالحاله خاصه صحيح. اذا كانت مثلا الحاله شوي انسانيه. تمام. يعني اسفه على السؤال، يمكن هو شوي تدخل، ولكن عن جد حابه اعرف منك كصحفيه، لانه ما شاء الله عنك انت صحفيه متميزه. هل بعد التقرير قمتي باجراء الفحص؟ للأمانة أنا أجريت الفحص يوم الاثنين الماضي. من منطلق أول إشي مصداقيتي مع نفسي كصحفية أني أنا بوجه رسالة للسيدات وأنا مش عاملة فحص لسرطان الثدي، فقمت بإجراء الفحص السريري. الآن بإمكان أي سيدة أي أنثى تقوم بإجراء الفحص الذاتي، اللي هو طبعا كل شهر بتقوم بهذا الفحص الذاتي بطريقة معينة سهل الكل أنه يعرفها، أو أنها تتعامل مع طبيب أو طبيبة بأنه يقوم بالكشف السريري. وهناك بعض الأعراض زي ما شفناها بالتقرير تحدث فيها الدكتور طبيعي. من ناحية طبية بيكون مبين ولو جزء بسيط أنه في هناك مؤشرات وفي أعراض لسرطان الثدي، فللأمانة أنا فعلا أجريت الكشف لسرطان الثدي. جميل. الحمد لله. طب رسالة بتحب توجهيها للنساء اللي حاليا عم بيحضروك وما زال في عندهم هذا الخجل المجتمعي اللي ذكرتيه حضرتك قبل شوي؟ الآن المرأة هي، إحنا كنا نحكي بأنها نصف المجتمع، ولكن هي نصف المجتمع والنصف الآخر هي التي أنجبته. صحيح. لذلك حفاظا على هذا الكائن الحي واللطيف يجب أن نسعى إلى الكشف المبكر لسرطان الثدي. وأيضا هناك توجه بأن البرنامج الأردني لسرطان الثدي، طبعا هو تأسس بسنة 2007 بدعم ما بين مركز ومؤسسة الحسين للسرطان وما بين وزارة الصحة. نعم. الهدف والرسائل التوعوية الذي يبثها برنامج الأردني لسرطان الثدي هي الكشف المبكر لسرطان الثدي. نعم. طيب حابة أتحدث معك هيك بشكل سريع عن تقرير أجريتي حضرتك، اللي هو تقرير أطفال المخيم ولعبة البلياردو، وهذا التقرير حضرتك حصلت عليه على المركز الأول، احكي لنا عنه أكثر. طبعا أنا حصلت قبل 4 شهور على المركز الأول بأفضل تقرير رقمي ديجيتال، وهو تحت ما يسمى الإعلام الحديث الذي يجمع ما بين النص المكتوب والفيديو المصور. التحقت في آذار الماضي بمؤسسة هيئة أجيال للسلام اللي تابعة لسمو الأمير فيصل بن الحسين. نعم. كان هناك برنامج يسمى إعلام من أجل السلام، فالتحقت بدورة تدريبية. بعد الانتهاء من هاي الدورة التدريبية كان في هناك مسابقة ضمن فئات متعددة، الإعلام المرئي والمسموع والصور الصحفي إلى آخره. نعم. فأنا شاركت أيضا بضمن فئة التقرير الرقمي. للأمانة أنا أول شيء كنت يعني كتابة، فبآخر تقريبا 4 أيام قررت أني أصور هذا التقرير. التقرير يتحدث عن أطفال مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن. نعم. في ظل الظروف الاستثنائية اللي فرضتها جائحة كورونا من الإغلاقات ومن أمور كثير ضيقت يعني زي ما بيحكوا الخناق على الناس، كان هناك أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عام، 3 أطفال قاموا بصناعة لعبة البلياردو. وهناك مقولة: من رحم المعاناة يخرج الإبداع. صحيح. إحنا لما بنحكي عن طفل بعمر 12 عام لما بيفكر تفكير إيجابي كيف يصنع سعادته بنفسه، هنا يكمن الإبداع. جميل. فقاموا بصناعة لعبة البلياردو من مقومات جدا بسيطة، من قطعة سجاد والعصل الخشبية والدواحيل اللي قلول اللي كلنا زمان نلعب فيها. فعملوا شيء بسيط، حاولوا خلق وصنع سعادتهم بأنفسهم. فكان هذا التقرير اللي حصلت فيه على المركز الأول، وإن شاء الله الآن مشاركة في مؤسسة الحسين ومركز الحسين للسرطان بهذا التقرير، وهو يهدف إلى الكشف المبكر لسرطان الثدي. نعم. وإن شاء الله إني كمان أحصل على المركز الأول. أكيد. يعني إحنا بنتمنى لك التوفيق. شكرا. وبنتمنى يا رب نسمع قريبا الأخبار الحلوة ونرجع نعمل معك استضافة بعد حصولك على المركز الأول. إن شاء الله. سعيدين جدا بتواجدك اليوم معنا، وشكرا لوجودك أكيد، وشكرا أيضا كمان للرسالة الرائعة اللي أنت قاعدة عم بتقدميها لجميع النساء. شكرا لكم جميعا. شكراً. وأنا بشكر كمان حتى القناة اللي هي دائما داعمة نحن كصحفيين وإعلاميين، وكمان داعمة للمواهب اللي لساتها متدربين. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك. شكرا لك سهير. يعطيك العافية. شكرا. أكيد مشاهدين احنا مكملين حلقتنا معكم.